إذا اشتعل الاقتتال هل سوف يصمدون؟ هذا السؤال. مع عزيزي في حالة الاقتتال من الصير يقول لك شامع بطق شايف من الصير يقول من الطق وشوف رجالك، تعرف شلون؟ عوفك من هالحكي وشايفيهم احنا عزيزي، شفناهم بكل المراحل. أنا شخصيا شفت بعض المعارك مع أحد القادة ورحت شفتهم ودعتك بس حكي وهوبزة وكذا، مو ذولاك الرجال اللي عجبوك. بعدين الأموال ترسى تبطونهم والحرام ترسى تبطونهم، وتدري المقاتل الفقير مو مثل المقاتل الغني، هذا اللي عنده فلوس يخاف عمي، خاف على فليساته وبيوته بالجادرية وبأوروبا، فهؤلاء تراجعوا. لذلك ذولا اللي جاي يستوظفوهم أو يوظفوهم اللي صعدوهم بالتريلات ويجيبوهم بالسيارات، واي 25,000 وإذا تبات بالخيمة نعطيك 50,000، هذا ما يقاتل عنك أستاذ نجم وما يدافع عنك، هذا يأخذ مصالحه ويروح. ما عادت هنالك ارتباط عقائدي لأي مجموعة كانت، حتى بالتيار الصدري أكو ضمحلال، لكن أكو عناد يقول لك منعوف السيد، وإحنا شلون إذا عفنا السيد بيهم من يخاف من المحاسبة، لأن قسم كبير منهم قتلة وسماسرة وسارقين، يقول لك إذا راح الصدر إحنا تنكشف ينكشف ظهرنا. حقيقة أقول لك أنا لا تحدث لك بشيء ما حد يتحدث به، والجمهور البسيط أكو بين موظفيه بالدولة وإذا ما يحضر الصلاة الجمعة يطردوه، تدري بيها لو ما تدري، وأكو قسم لا بعد مصدق أنه السيد الصدر هو يمثل الإمام المهدي وكذا. هاي حقائق، هذه الحقائق التي أنت تقول بها وتعتقد بها، هذه ليست مصادفات أن يكون هنالك جمهور مليوني للتيار الصدري. يعني أنت شاهدت من الجمعة الأولى اللي صار بساحة الاحتفالات واللي صار بالبرلمان واللي راح يصير يوم السبت، قد يكون هنالك نفرا من الذي تعنيهم لكنهم ليسوا القاعدة العريضة كما عند الآخر. أستاذ نجم الصلاة صلاة الجمعة هي عند المسلمين كلها وعند الشيعة وعند الصدرين تحديدا واجب حضورها. أنا أقول لك المليون ترى مو رقم سهل، ساحة الاحتفالات طول بعرض، وأنا رجل مهندس ومركز ثلاثة حاجية بالإعلام، طول بعرض من تضربها ما تلزم أكثر من 200,000 للشوارع. هذا الرقم ماكو زيارة كربلاء 16 مليون، هذه الأرقام خلي خلصونا من عدها. 10,000 مؤمنين بيك حقيقيين أفضل من مليون ما مؤمنين بيك، هاي حقيقة تاريخية صح لو مو صح. أنا ما يهمني العدد، أنا يهمني طبيعة الحضور. حللت لك إياه، بقول لك يجي للصلاة إذا ما يحضر ويدفع 5,000 بالصندوق هذا ما في البوكس مالهم زين، ذولاك الجماعة يجيبوه ب 25,000. لكن تعتقد يا أستاذ لا. أحمد لو جاء الأمر من السيد الصدر لهذه القاعدة هل سيتخلفون؟ لا راح أقول لك بالهجوم وبالاقتحام. أنا أقول لك أستاذية أنت تتحدث لي عن قتال عزيزي، إذا حصل قتال شوارع أنا ما أتحدث، أنا لا أتحدث عن القتال، أنا أتحدث عن تسأل آسف. أنا أقول أكو مسألتين عزيزي، اقتحام البرلمان وطبل الخضراء لا ما يتراجعون نهائيا ويسووها، لكن أنت قاعد تغمز بسؤالك إلى مسألة أبعد، إذا اشتعل الاقتتال هل سوف يصمدون؟ هذا السؤال. ها؟ لا الإطار راح يصمد ولا التيار، اللي راح يصمدون قلة، تأكد مني وإشارة طيب يصير الاقتتال خلي... لكن عندما يحصل الآن الاقتتال سوف تشهد ما أقول لك. طيب الآن لو لم يحصل هذا ونتمنى أن لا يحصل،